أهلا بحضراتكم من جديد. الدولة المصرية بتبذل كل جهدها في تنمية قدرات طلابها وشبابها، وعشان كده أطلقت وزارة التربية والتعليم انطلاق المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. والمسابقة كان هدفها الاستعداد للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات والتي ستقام إن شاء الله في فرنسا. اختيار الطلاب الفائزين فيها للمشاركة في مسابقة فرنسا، هنعرف أكتر عن المسابقة دي من الطلاب المتأهلين في المسابقة العلمية، جانا محمود الطالبة في مدرسة إيجيبت جولد، وكريم حسام الطالب في مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية. منورين الدنيا. مرحبا بك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. بس ليديز يعني السيدات بقى الأول، البنات الأول. جانا، انت ازاي عرفتي يعني المسابقه؟ عرفتيها ازاي؟ هي المدرسه قالت لنا عن المسابقه اللي حابب يتقدم وكده، وقدمنا فيها. طب ما تفهميها لي اكتر، المسابقه دي عباره عن ايه؟ هي المسابقه كانت مرحلتين. اول مرحله كان امتحان نظري وكانت مقابله شخصيه كمان، والمرحله الثانيه امتحان عملي. الامتحان كان عن ايه بقى؟ يعني عن تخصص بتاعك ولا كان في المطلق؟ لا، كان عن تخصص المهاره اللي انا داخله بيها، اللي هو التخصص بتاعي. وكان مين بقى، كام حد معاكي كده مثلا في المسابقه؟ يعني انا مش عارفه بالظبط عدد، بس هو كان عدد كبير. ولما اختير يعني ايه، وقع الاختيار عليكي بقى انك هتسافري فرنسا، صح؟ ان شاء الله. ايه بقى يعني، ايه احساسك واحساس الاسره ايه؟ انا مبسوطه والله ان انا يعني عديت المرحله الثانيه وان انا كسبت وكده، ويعني الحمد لله. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك حبيبي يا حسام. كريم حسام، كلمني بقى على المهارات اللي انت كيمو اتقدمت فيها بيها في المسابقه. اول حاجه انا اسمي كريم حسام، كنت داخل المسابقه بالمهاره بتاعت اداره شبكات تكنولوجيا المعلومات، سيستم ادمنستريشن. باختصار يعني دي بتبقى لو في شركات يعني او كده، بيبقى فيه الاجهزه بتاعت الموظفين او كده، فالويندوز سيرفر او السيستم ادمنستريتور هو اللي بيتحكم في الاجهزه بتاعت الموظفين، مين يعمل ايه وامتى وازاي. مظبوط. ومن وقت كذا لكذا وكده يعني. انت دخلت بقى بالمجال ده. وعرفت ازاي يا كريم؟ هي المدرسة بعتت لنا اللينك بتاع المسابقة على الجروب بتاع الواتساب، وقالوا لنا يعني اللي حابب يشترك وكده. اشتركت انا واصحابي. المفروض ان المسابقة كلها كانت مشترك عدد 3000 طالب تقريبا، بعد اول مرحلة وصلوا 1500، واحنا دلوقتي يعني اللي هيسافروا ان شاء الله المفروض 45 من كل التخصصات. الله، احساسك ايه بقى لما الاختيار جه؟ اول ما اختاروني بصراحه انا كنت اتصدمت، يعني ما كنتش يعني كنت متخيل من البدايه ان انا هدخل المسابقه دي وهفوز وهسافر وكده، ولا يعني كنت واخد الموضوع مش جد قوي. يعني قلت ايه يعني، انا ايه يعني اللي ممكن. المهم دخلت ولقيت الدنيا الحمد لله يعني ماشيه وكده. وبس طبعا وقت ما لقيت يعني بيقولوا اسمي وكده اتخضيت، يعني انا فضلت واقف مكاني مش عارف ايه. أيوه. اللي بيحصل. ده واحنا بنعرف نفسنا قدام نائب وزير التربيه والتعليم الله. طب جنى، انت المجال بتاعك اللي انت اخترتيه هو ايه المجال بتاعك في المدرسه، واخترتيه عن اقتناع وعن حب، ولا جت ازاي؟ انا معجب جدا جدا مبدئيا بفكره المدارس التكنولوجيه، معجب بيها للغايه على فكره، لان هي دي المرحله اللي مطلوب فيها مدارس من النوعيه دي. وانا اصلا بحب الرسم وبحب الديزاين، بحب الديزاين جدا، وبحب دي الجايزه ايه؟ صح. بحب الهاند ميد قوي، وان انا لقيت بقى تخصص بيدعم النقطه اللي انا بحبها، يعني هو المجال انا حباه وداخله عن حب بقى المجال. ايه المجال؟ عايزين نعرفه. الحليه والمجوهرات. ايه مجال الحليه والمجوهرات؟ بس انا حابه المجال وداخله. يعني بيتعمل ازاي يعني يا جنى؟ يعني فهموني كده، يعني سبيكه مثلا انت بتقعدي تعملي السبيكه دي، انت حوليها حاجه انت بتبقي مبدعه فيها، ولا شيء بيقولوا لك مثلا صممي حاجه زي دي؟ هو احنا بالنسبه للمدرسه بنعمل ايه في المدرسه؟ هو انا بحول شريحه من المعدن مثلا لمشغوله، بتبقى قطعه خاتم كليه
ابتدي ان انا بغير شكل المعدن خالص. انت في سنه كام؟ انا سنه ثالثه. ثالثه انت شاطره بقى في الخواتم اكتر ولا في ايه انا شاطره في كل حاجه الحمد لله. برافو عليك ما شاء الله. ايه الحاجات يعني في الحلي اللي هي ايه؟ خواتم وسلاق صح؟ كليهات. ايوه خواتم وكليهات وحلقان كل حاجه. انا بعمل كل حاجه من المعدن اللي معايا. يعني انا بيبقى معايا بعمل ديزاين، ممكن ان انا ديزاين للرسمه نفسها وابتدي ان انا انفذ، وممكن ان انا الرسمه تجيلي ابتدي ان انا انفذها. يعني مثلا في المسابقه كانت الرسمه جايه لي وانتي نفذي. ده يعني دي ديزاين. رسمك يا جنى؟ اه. اشمعنى اخترت الديزاين ده؟ هي جه في دماغي ده، انا رسماه ونفذته المدرسه، كانت في مسابقه برضو. ده الرسم. أيوة. وده التصميم اللي اتنفذ. ايوه ده تيبيكال، وانا وكان الاثنين حاجه عظيمه جدا. طب وانت يا كريم مجال تخصصك؟ انا التخصصي في المدرسه هو اول حاجه المدرسه عندنا ثلاث تخصصات يعني. حلو. انا في تخصص نتورك سايبر سيكيورتي، شبكات وامن المعلومات. طبعا بالنسبه لمجال المسابقه هو كان جزء من الشبكات وامن المعلومات يعني. وانت بتحب المجال ده فعشان كده دخلت انا كنت التخصص ده؟ كان من قبل ما ادخل المدرسه كان نفسي ندرس حاجه زي كده، بس ما كنتش عارف ازاي يعني. كنت بجرب مع نفسي اشوف، كنت بحاول، انا بحب اني اقعد اشوف حاجات في الكمبيوترز وال ده مع نفسك ولا ممكن يبقى فيه كورسات مثلا؟ في كورسات معينه مثلا احنا حاليا في مجال تزودوا مواهبكم فيها؟ في المجال بتاعنا طبعا هو مجالنا مليان كورسات، لان حضرتك عارف يعني مجال تكنولوجيا المعلومات ده كل يوم في تطور، كل يوم في جديد. انت في سنه كام يا كريم؟ تالت سنه. احلامك ايه؟ عايز تعمل ايه يعني؟ والله انا يعني عايز اسافر، اخرج بره، اشوف الناس بره في التخصص بتاعي بيعملوا ايه، وارجع لما ارجع مصر افيد بقى البلد باللي انا اتعلمته بره، ابقى درست بره وجوه. بس انت بتعمل جزء من ده دلوقتي، انك بتسافر عن طريق النت، بتشوف ايه المدارس الجديده وايه ايه الحاجات الجديده.